baptisisyon nisbirti umse choi sanemotnan biko evolenten novi اللحن في الصلاة أصلا عشان يدينا فرصة للتأمل في معاني الصلاة، يعني بدلا ما يكون الصلاة مجرد قراءة ومجرد تلاوة، فالتلحين والترتيل والتنغيم بيدي فرصة إن المصلي يركز أكتر في المعاني ويتأمل فيها ويعني يتذوق المعنى ويمر بعقله وقلبه وودانه. يزيد الفايدة لما يكون اللحن بيؤثر في الوجدان فعلا وبيعكس المناسبة، وده موجود بشدة في ألحاننا القبطية. يعني إحنا الألحان أسبوع الألام مثلا، ألحان البصخة فعلا بتحمل لنا أجواء البصخة، اللحن الإدريبي الحزيني بنحس فيه نغمة حزن وتركيز وشجن فعلا. الألحان القبطية ثرية جدا من ناحية ان هي ايقاعاتها مثلا مختلفة، المقامات بتاعتها مختلفة، ده للناس المتخصصين، بس بالنسبة لنا احنا يعني كمسيحيين ان احنا كل مقام احنا مش بنبقى عارفين في الكنيسة واحنا بنصلي ده مقام ايه او ده مقام ايه، لكن احنا بنبقى حاسين بيه. يعني مثلا انا دلوقتي لما بدخل على الكنيسة في الوقت السنوي غير لما بدخل زي الايام دي واحنا رايحين كياك، بيبقى في ألحان بتحسسني ان ده مثلا الفترة بتاعت كياك، بتاعت الصوم الكبير، الجمعة العظيمة نفسها. أهمية الألحان، هي الألحان أساسا النص بتاعها مأخوذ من الكتاب المقدس وهو دستورنا في الحياة، إما متاخد موضوع ومتلحن بطريقة بسيطة مضمونه بيعبر عن فكرة معينة أو عن موضوع معين، بيحكي قصة أو ما شابه يعني. فالألحان مهمة جدا لأن الألحان بتنعش الروح وبنعبر فيها عن اللحن الحزيني في المناسبات الجنازات، اللحن الفرايحي في المناسبات الفرحة، وبنستخدم الآلات زي الدف والتريانتو اللي معروفين بالسنوج والمثلث. فالألحان مهمة جدا للحفاظ على التراث الكنسي، وأن الألحان بتخاطب اللاشعور للإنسان، بتخاطب وجدان الإنسان وكيانه. اللحن مش مجرد نغمة، اللحن صلاة، والهزات والطريقة اللي احنا بنقول بيها الألحان بتديلها حياة وبتخليها تعبر عن حالة الإنسان اللي بيصلي. ربنا يدينا فهم لكل جملة بنقولها في صلاتنا سواء بالكلام أو بالألحان. فريد إدوار، سي تي في.